بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب في أوقات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء العظمى بالقاهرة. النهاردة متوقع تكون 34 درجة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذ هالة وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يمكن احنا بدانا نلاحظ انه شويه كده انخفاض طفيف في درجات الحراره رغم استمرار الرطوبه، فاخبار الجو ايه؟ التفاصيل مع حضرتك. احنا طبعا بالفعل شهدنا بالامس وجود غطاء سحابي كبير بيغطي جزء كبير من الجمهوريه، من ضمنه القاهره الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، مناطق من الوجه البحري، مدن القناه، حتى شمال سيناء. الغطاء السحابي ده هو عبارة عن مجموعة من السحب أو كتلة من السحب بتبدأ تتحرك من المناطق المدارية وبتتحرك من الجنوب الغربي لمصر حتى تخرج من الشمالي الشرقي. السحب دي بالفعل بالأمس أدت إلى حجب جزء كبير من أشعة الشمس طوال ساعات النهار، وبالتالي كانت درجة الحرارة العظمى بالأمس منخفضة نسبيا عن الأيام اللي فاتت وتساقط معها بعض فرص الأمطار الخفيفة. احنا بالفعل مكمل معانا نفس فرص تكون السحب المنخفضة والمتوسطة اللي كانت موجودة بالأمس دي على قطاع كبير من الجمهورية، من ضمنها القاهرة الكبرى والوجه البحر والشمال الصعيد، معها النهاردة احتمالية ضعيفة جدا لفرص أمطار، حتى إن حدثت هتكون أمطار خفيفة جدا على المناطق اللي ذكرناها دي وهتكون أمطار غير مؤثرة تماما. يمكن كمية السحب المتوقعة اليوم هتكون أقل نسبيا من كمية السحب اللي شاهدناها بالأمس، ولكن مع ذلك متوقع العظمى اللي هيتم تسجيلها اليوم على القاهرة ومحافظات الوجه البحري في حدود الـ 34 درجة مئوية. لكن زي ما حضرتك ذكرتي في البدايه نسب الرطوبه لا زالت مرتفعه بشكل ملحوظ جدا، وده الامر الطبيعي خلال التوقيت ده من العام، وبالتالي ال 34 درجه اللي هيتم تسجيلها نشعر بها وكانها 36 او 37 درجه مئويه، يعني استمرار الطقس ما بين الحار الى مائل الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه خلال ساعات النهار، خاصه خلال ساعات الظهيره، وخلال ساعات الليل اجواء مائله للحراره على أغلب مناطق الجمهورية. كمان ارتفاع نسب الرطوبة عامل مهم جدا في استمرار تكون وتشكل الشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق من شمال الجمهورية، من ضمنها القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وحتى مدن القناة. كمان الرياح في أغلبها هي رياح معتدلة تماما، وده بيكون من أهم العوامل اللي بتساعد على إحساسنا أكثر بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، وهدوء سرعات الرياح أيضا من ضمن العوامل اللي بتساعد على تشكل الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر. بوجه عام الأجواء على شمال الجمهورية تعتبر أجواء مستقرة تماما، درجات الحرارة فقط يمكن أقل من الأيام اللي فاتت بمعدل درجة لدرجتين. لكن قطاع جنوب الجمهورية لازالت عليه درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ، بتوصل ل 43 و44 على جنوب الصعيد، واستمرار فرص الأمطار اللي بدأت من أول الأسبوع الحالي على مناطق من الوادي الجديد، أبو سمبل، جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر زي حلايب وشلاتين، والأمطار دي اللي موجودة على أقصى الجنوب هي الأمطار يمكن النهاردة وبكرة تحديدا هتكون أمطار أكثر شدة شوية من اللي شاهدناها من بداية الأسبوع، يعني متوقع أنها تصل إلى متوسطة ورعدية في بعض الأحيان وقد تغزر في أحيان أخرى، مع استمرار فرص إثارة الرمال والأتربة معها على المناطق اللي ذكرناها وهي الوادي الجديد وأبو سمبل وحرايب وشلاتين. طيب الرطوبة مكملة معانا لغاية إمتى يا دكتور محمود؟ يعني نسب الرطوبة دي ليها علاقة بمنخفض الهند الموسمي اللي احنا متأثرين بيه بقالنا فترة؟ لانه بيتشبع بيعدي على البحر المتوسط لو انا فاهمه صح. بالتاكيد منخفض الهند الموسمي اللي احنا دايما بنتكلم عليه والكتله هو الكتله الرئيسيه اللي بتاثر على مصر خلال الفتره الحاليه، وبالتالي هو السبب الرئيسي في درجات الحراره المرتفعه نسبيا حتى وان كان الطقس معاها حار او شديد الحراره، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبه. كلنا عارفين دايما ان شهر 8 يعتبر هو اعلى نسب رطوبه بيتم تسجيلها في فصل الصيف، واللي بتوصل بالفعل خلال الايام الحاليه لاكثر من 95% على بعض المناطق من مصر، وده معناه ان الهواء مشبع تماما ببخار الميه
وبرطوبة، لكن خلينا نقول إن شهر سبتمبر بداياته مش هتختلف كتير عن نهايات أو عن شهر أغسطس، لكن نقدر نقول إن كل ما تعمقنا داخل شهر سبتمبر في فرصة إن متوسطات درجات الحرارة تكون أقل بشكل تدريجي وإن كان شكل طفيف، وكمان نسب الرطوبة هتكون أقل بشكل تدريجي لكن برضه مش هيكون بشكل ملحوظ. نقدر نقول إنه بنهاية سبتمبر ودخول فصل الخريف بشكل رسمي نقدر وقتها نقول إن درجات الحرارة بدأت تسير نحو الانخفاض التدريجي، وفي المقابل أيضا نسب الرطوبة بدأت تسير نحو الانخفاض التدريجي، لأن هيبدأ يتكون منخفضات في طبقات الجو العليا هتمر من غرب البحر المتوسط إلى ناحية الشرق. المنخفضات دي بيكون لها دور كبير في انخفاض نسب الرطوبة على سطح الأرض، لأنها بتعمل على رفع الهواء الموجود على سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا، وده طبعا بدوره بيقلل نسب الرطوبة اللي موجودة على سطح الأرض. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود الخياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة زي ما ذكرنا متوقع العظمى فيها تكون 34 والصغرى 26، والعاصمة الإدارية 35-27، الإسكندرية 33-24، والعلمين الجديدة 32-23، مطروح 31-23، ودمياط 32-27، بورسعيد 32-27 أيضا، إنما الإسماعيلية 36-25. في السويس العظمى هتكون 35 والصغرى 26، والعريش 32-23، كاترين 32-19، وطابة 36-29، حلايب 34-31، شلاتين 39-31، شرم الشيخ هتكون 40-30، والغردقة 41-30. الفيوم العظمى فيها تكون 35 والصغرى 26، وبني سويف 36-25، أما الوادي الجديد 44-26، وأسيوط 39-27، سوهاج 42-26، وقنا 44-31، الأقصر 44-30، وأسوان هتكون 45-32. دي كانت درجات الحرارة والنشرة الجوية بالتفصيل، مع كل طبعا النصائح اللي بنتبعها كالعادة.